السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم أحبائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف السادس. بالدرس الماضي وصلنا لقسم اليونيتيد أيرلندر ما وحلينا السؤال الأول ووصلنا للإيكينجسورو. رح نحل اليوم الإيكينجسورو ونكمل بقية الأسئلة وندخل بمحور جديد إن شاء الله. مثل ما كن شايفين عندي شكل كاريلي، صفحة عبارة عن مربعات، كل مربع واحد بيري، يعني بير يعني عندي محور واحد أو قسم واحد من هون مثل ما كنتم شايفين. فمطلوب مني إني أرسم أكمل الرسم الموجودة هون بناء على المخطط أو البلان المعطيني إياه بهذا الشكل هون مثل ما كنتم شايفين. ففي البداية خليني أفهم بعض المعطيات المعطيني إياها. عندي صا بيربيري حركات إيتشين، يعني صام بيريم بيربيريم حركات إتماكي إيتشين أرتو بير. مثل ما كن شايفين أنا إذا بدي أمشي بهالاتجاه هاد مثل ما كن شايفين هون، فرمزه هاد زائد واحد وحطينا نقطة. شو معنى زائد واحد نقطة؟ حطينا نقطة على جنب الواحد، معناها أنه أنا بدي أمشي باتجاه اليمين، اليمين هيك يعني خطوة واحدة بيربيريم. طب لو كان زائد اثنين معناها راح امشي انا باتجاه اليمين خطوتين. طيب لو كان اما مكتوبون صولا بيربيريم هاراكيتي تشين اكسي بير نقطة، يعني لو انا بدي امشي بالاتجاه المعاكس هيك اتجاه الصول او اليسار فبحط اكسي بير وحطت نقطة على جنب. تمام. طيب يوكارو بيربيريم هاراكيتي تشين ارت بير يوكارو نقطة، يعني أنا لو بدي أرمز لأنه السهم لفوق أو طلع لفوق هيك الحركة باتجاه الأعلى فبقول أرتو بير وبحط فوقها نقطة. شو معنى فوقها نقطة؟ ما تبدي أطلع لفوق. شو معناها الموجب؟ معناها بدي أطلع كمان لفوق. طيب أنا لو بدي أكمل عندي هون أشا بير بيريم حركات إتشين إكسي بير، يعني أنا لو بدي أرمز لها اني انزل لتحت فبحط ناقص واحد وحطت فوق نقطة. تمام. النقطة دليل انه انا يا بدي اطلع لفوق يا بدي انزل لتحت، والاشارة السالبة او الاشارة الموجبة، الموجبة معناتها بدي اطلع لفوق والسالبة بدي انزل لتحت. تمام. ونفس الشيء بالنسبة للصا والصو. النقطة اللي على جنب معناها انه بدي امشي يا باتجاه اليمين او بدي امشي باتجاه اليسار. تمام. والسالب والموجب معناها حددت لي الاتجاه اما الصا او الصول. فمنكمل السؤال. هلا انا فهمت المعطيات، عندي مطلوب مني اني اكمل الشكل وفقا لهذه الخريطه. فعندي الباشلانجش نقطه، باشلانجش نقطه ص هي محدد لي او باشلانجش نقطه ص. بالبرنج اضم حاط لي ايكا اضم يوكاريا وايكا اضم يانا يعني صا. طيب انا شلون عرفت انه ايكي اضم يوكاريا؟ لانه حط لي نقطة لفوق وحط لي موجب هون، معناها خطوتين لفوق. فلاحظوا خطوة لهون، اي خطوة اي خطوتين لهون، فشو عمل؟ خطوة خطوتين وصلت انا لهون. بعدين قال لي بدي اروح كمان خطوتين على اليمين، ايكي اضم صا، يلا ايكي بيريم صا. فرحت واحد اثنين وصلت للنقطة هي. تمام. عملت وصلة بيناتهم. طيب راح اشوف الإيكينجا أضم. بعدين عندي ثلاث خطوات على جنب لليمين، ثلاث خطوات لليمين، فبطلع عندي على اليمين لهون يعني خطوة خطوتين ثلاثة. تمام. وصلت أنا لهون. بعدين عندي خطوتين لوين؟ لتحت. ليش لتحت؟ لأن لاحظ إنه هي حطوا لي إياها، معناتها يا بدي اطلع لفوق يا بدي انزل لتحت. بما ان الاشاره سالبه فمعناتها راح انزل لتحت، وعندي خطوتين لتحت معناتها هي خطوه هي خطوتين، فبالتالي الاشاره راح تكون من هون لهون. تمام. النقطه الاولى هون والنقطه الثانيه هون، وصلت بيناتهم. الخطوه الثالثه انه بدي اطلع انا خطوه للاعلى وخطوه باتجاه اليمين ما كن شايفين، فبطلع انا خطوه للاعلى من هالنقطة هي لهون، خطوة للأعلى طلعت لهون وخطوة باتجاه اليمين وصلت لهون. تمام.
فالنقطة الأولى هون والنقطة الثانية هون وبوصل بيناتهم. بالخطوة الرابعة دردنجة عضمضة إكسي إيكي، يعني بدي أنزل لتحت بمقدار حركتين. ليش لتحت؟ لأنه الإشارة سالبة. طب شو عرفني إنه لفوق أو لتحت؟ لأنه حاطلي نقطة فوقها. بنزل خطوة خطوتين لهون، فبالتالي بعمل هيك. تمام؟ بكمل. عندي بشنجة عضمضة إكسي بير بأرت بير، إنه بدي أمشي خطوة باتجاه اليسار. شلو كيف عرفت إنه الخطوة باتجاه اليسار؟ لأنه حاطلي إشارة سالبة وحاطلي خطوة هون عند الواحد نقطة، ما حطه فوق. لو حطه فوق كنت طلعت لفوق ونزلت لتحت، بس بما ان حط لي النقطة على الجنب الواحد فمعنى بدي امشي باتجاه اليمين او اليسار. حدد لي الاشارة السالبة متى بدي امشي باتجاه اليسار، فمشيت باتجاه اليسار خطوة يعني لهون. طيب بعدين بدي اطلع لفوق خطوة، جيت لهون خطوة باتجاه من هالنقطة هي، جيت باتجاه اليسار خطوة وطلعت لفوق كمان خطوة فوصلت للنقطة هي. طيب أكمل. بعدين عندي الطنجة ضمضة، بدي أمشي ثلاث خطوات باتجاه اليسار، ثلاث خطوات باتجاه اليسار. شو عرفت إنه يسار؟ لأن الإشارة سالبة والنقطة على جنب، فبدي أمشي ثلاث خطوات باتجاه اليسار. عندي هون خطوة خطوتين ثلاثة، مشيت باتجاه اليسار. طيب أكمل وعندي خطوتين لتحت. شلون عرفت إنه لتحت؟ الإشارة سالبة وحاطين النقطة فوق الاثنين. طيب أنا كنت واصل لهون فبنزل خطوتين لتحت، خطوة خطوتين فوصلت معي إنه لهي النقطة هاي. تمام؟ طيب الخطوة الأخيرة واللي هي يدنجة أضم، رح أمشي خطوتين باتجاه اليسار وخطوتين لفوق. خطوتين باتجاه اليسار هي خطوة خطوتين وخطوتين لفوق، أي خطوة أي خطوتين، فمعتها النقطة هي هي، فبعمل هيك بوصل بيناتهم. فلاحظوا صار عندي هالشكل هاد، الشكل بيشبه السمكة أو البلق. طيب بكمل السؤال. مكتوب عندي هون بونا غورا كاريلي زمين üzerindeki başlangıç noktasından başlayarak sırasıyla bu noktaları birleştirdiğimizde hangi şekil elde ederiz? Yani بعد ما انا وصلت النقاط هيك كلها مع بعضها، شو الشكل حصلت عليه؟ حصلت على شكل السمكة أو البلق. بكتب هون بلق. بلق. طيب. بكمل. عملت شيء هون بالسؤال بالنقطة اللي بعدها. çiziminizi tamamladığınızda toplam kaç birim hareket etmiş olursunuz? انه بعد ما خلصتوا رسمه انتوا كم خطوه مشيانين؟ فنحن بعد ما خلصنا نحن بنلاحظ انه مشيانين نحن 20 خطوه يرمي بيرين. تمام؟ طيب السؤال الاخير son adımda başlangıç noktasına göre kaç birim yer değiştirmiş olursunuz؟ بالنقطه الاخيره بعد ما وصلنا للنقطه الاخيره نحن كم خطوه كنا عاملين او كم خطوه بتكون مغيره محلها؟ صفر، ما بكون غير شيء، فبحط هون صفر. لاحظوا انه رجعت بعمل لفت هيك، طلعنا هيك وصلنا لهون، رجعنا لنفس النقطة، ما اختلف شيء معنا، فبالتالي الديشيم أو التغيير هو صفر. طيب عندي هون بالسؤال رقم ثلاثة، بالسؤال رقم ثلاثة سيدا إلى بيزا الصي دور السوزرندا جلديم النقطة بول oyunu oynamaktadır. Yani عندي şahsın ismi Beyza ve Seda. Abi yelabu lعبه انه بيرسموا مستقيم الاعداد هاد وعندهم لعبه اسمها جلديم نقطه يبل، انه اوجد النقطه اللي انا جيت منها. Seda Beyza'ya eksi bir noktasında bulunan arabamı 3 birim sağ معناها، فنفترض النقطة هي هون الناقص واحد، السيارة كانت هون، فأقول لي هون كمعلومة إنه السيارة هون وش نقطة صندا بلونان أرابامو 3 بيريم سا، معناتها مشي ثلاث خطوات، خطوة خطوتين ثلاثة.
فعندي هون الخطوة هاي الصفر، الخطوة هاي واحد، الخطوة هون اثنين، مشيت بريم، بعدين مشيت بريم كمان، بعدين مشيت بريم كمان. منكمل أرضندان بش بريم صولا حركة الترسام. أربامون قال دي نقطة نصل يا ذا نرس أولور دي سورار. بنا غرة بو سوريا بيزانون برجعي دورو يانط نا olmalıdır. طيب بعد ما السيارة كانت موجودة هون تمام، نرسم شكل السيارة، وبعدين السيارة اتجهت 3 خطوات باتجاه اليسار اليمين، بعدين مشيت 5 خطوات باتجاه اليسار. فعندي هون خطوة، لهون خطوتين، لهون 3 خطوات، لهون 4 خطوات، وهون الخطوة الخامسة صارت هون لحد هالنقطة، هي مشيت 5 خطوات تمام. فمن هون لهون خلينا نحسبها، عندي هون خطوة خطوتين، فصار عندي هون كم؟ ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة. هاي هي النقطة. المسألة كتير بسيطة وكتير سهلة. وصلنا للسؤال الرابع. Ayşe Hanım'ın yaptığı yemeğin yedinin üçü domatesten oluşmaktadır. Yani fiş anise o seyidi isma Ayşe. السيدة عائشة عاملة أكل، هالأكل هذا فيه بنسبة 7/7 دوماتيس أو بندورة تمام. الطبخة فيها نسبة 3/7 بندورة. يمين içindeki biber miktarı yemekteki domatesin miktarının 1/3 kadardır. يعني نسبة الفليفل الموجودة بالطبخة تعادل نسبة 1/3 من نسبة البندورة. يمكتكي ببر مكترنون تم يمينين كاشتا كاتشو أولدونو بلونوز. أنه خلينا نوجد شو يمكتكي ببر مكترنو، أن نوجد كمية أو مقدار الفليفلة الموجودة بالطعام أو بالأكل. فمجرد ما أرى السؤال رح أعرف أنه أنا لازم أضرب نسبة البندورة الموجودة في الطعام ضرب نسبة الفليفلة. فشو راح يكون الناتج؟ 3 ضرب 1 3، 7 ضرب 3 21 تمام. يساوي لو عملت صادر لاشترما قسمت البسط والمقام على 3 راح يكون الناتج 1/7. ليش عملت هون صادر لاشترما؟ قلت بلو اتش وهون بلو اتش، صار ناتج 1/7. وهيك بنكون خلصنا هذا السؤال. وصلنا للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو سؤال رقم 5. بير تنكه يان هر جون 2/60 يا دا 60'dan ikisini kullanan bir aile bu yağın tamamını kaç günde tüketir? Yani في عندي عائله عم بتستخدم زيت، عم تاكل زيت تمام؟ فكل يوم عم بيستخدموا نسبة 2/60، فبعد كم يوم التنكة راح تخلص معنا؟ فأنا عندي النسبة الكلية هي 1، يعني 60/60 تمام؟ هي النسبة الكلية. فأنا عندي كل يوم العائلة هي عم تستخدم نسبة 2/60 تمام؟ فبالتالي بقسم بقول بلو 2/60 طبعاً 60/60 تمام؟ يساوي 60/60 يساوي 1، و60/2 60/2 فالجواب هو هون يساوي 30، إنه بعد 30 يوم، بعد 30 نهار هي العائلة بتخلص التنكة، تنكة الزيت بشكل كامل. عند السؤال رقم 6، كركشيليك بير صنفهم 5'ten 3'ü erkek öğrenci ise bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? يعني عندي صف أو صنف باللغة التركية، الصف هذا فيه 40 طالب
نسبة الذكور يعني الشباب موجودين بالصف هي نسبة 3/5 من العدد الإجمالي من العدد الكلي، معناها قديش عدد البنات الموجودين في هذا الصف. مباشرة أنا فيني أحسب عدد الطلاب الذكور الموجودين من العدد الكلي واللي هو 40. كيف؟ أقول 40 ضرب 3/5، الناتج راح يكون فيني مباشرة أقول 40 تقسيم 3 ضرب 3 وبقسمها على 5، أو بقول 40 تقسيم 5 وبضربها في 3. 40 تقسيم 5 8، ضل عندي ضرب 3، 8 ضرب 3 يساوي كم؟ 24. 24 هو عدد الشباب أو الأركاك أورانجي، تمام؟ طب قديش عدد الكز أورانجي؟ فبقول كرك واللي هو العدد الكلي، عدد الصف كله ناقص عدد الشباب أو الأركاك أورانجي، راح يكون الناتج أد 16 أونالتو. معناته الصف هاد فيه 24 طالب أركيت أورانجي وفي 16 طالب شو كز أورانجي. طيب لو انتقلت بعدين للسؤال اللي بعده، مثل ما كن شايفين عندي هون 1 2 3 4 5 عاملين مدلمة على شكل النسبة الملونة هي عبارة عن 2/5، تمام؟ وحاطين ليها بعدين 2/5 ومضروبة بعدد معين، فمكتوب يوكاردكي موديلين ماتماتيكسال كارشلو أشاداكي إشلام لاردان هانجي سيدر. فمجرد ما أطلع عندي نسب معينة موجودة هون، 1/5 ضرب 2/5 البي هي عبارة 2/3 ضرب 2/5 جي 3/5 ضرب 2/3 الدي 1/5 ضرب 2/3. فمباشرة بما أنه عندي 2/5 هون، 1 2 3 4 5 واثنين ملونين، فبطلع وين عندي 2/5؟ عندي هون وعندي هون. هون ما عندي 2/5 فأنت بشطبها، وهون ما عندي 2/5 بشطب هيك، ما الجواب هو يا هاد يا هاد. فبما أنه عندي أنا نسبة هون 2/3 كمان، فالجواب هو ب، هاد هو الجواب الصح. طيب وصلت للسؤال رقم 8. عندي بالسؤال رقم 8 بير ساتجو بير اورينين اونجا بيشتان اوتشينو سونرا اون بيشتان بيريني ساتيو جيريا بيرينين كاشتا كاتشو كالمشتور. يعني في عندي بياع عبيع من البضاعة الموجود عنده نسبة 3/5 وبعدين باع نسبة 1/15، معناها قديش النسبة الباقية عندي؟ فأول شيء أنا بجمعهم هدول مش عارف هو قديش باع. طب قول 3/5 زائد 1/15 يساوي، أول شيء بعمل البيضاء شيء تلمة بواحد مقامات، الخمسة شلون بتصير 15؟ إذا ضربتها بثلاثة التشارب إيج، معناته إيج تشارب إيج دوكوز بلو إيج تشارب بيش أون بيش أرتو بير بلو 15. فشو النتيجة؟ النتيجة هي 9 زائد 1 10 على 15. طيب هاي شو نسبة البضاعة اللي باعها السطج أو البيع؟ طيب شو قد بقي عنده معناها بضاعة؟ النسبة الكلية هي عبارة عن 15 على 15 أو 1. 15 على 15 معناها 1 أومبش بلو أومبش. بنقص منه الشغلات اللي باعها والبضاعة اللي باعها اون بلو اون بيش، شو بقي عندي؟ رح يضل عندي البضاعة اللي ما انباعت او اللي ساتجو ما باعها اون بيش اكسي اون اشتر بيش بلو بايضا اينسي كالاجاك، او زمان اون بيش يزاجم. فا اون بيش بلو بيش هي نسبة البضاعة اللي ضلت عنده. عندي هلا السؤال الاخير، تاجتين بين بير كيلوغرامنن fiyatı 15 bölü 2 TL olan fıstıktan 2 kilogram almıştır. Yani fiyandı şahs ismi Seyyid Taceddin. İştira kiliyen fıstığı. El kilo el vahide hakkı 15 ala 2.
Bu alışveriş sonunda kuru yemişçiye 20 TL veren Taceddin Bey'in kuru yemişçiden kaç TL para üstü almalıdır? Yani سيد تاجدين مو أخذ كيلين فستق الكيلو الواحد حقه 15 على 2 ليرة قام شال وعطى للبياع 20 ليرة شقد لازم البياع يرجع له فأنا أول شي بحسب قديش سعر الكيلين الفستق اللي اشتراهن السيد تاجدين كيف بطالع حقهن الكيلو الواحد ب 15 على 2 ليرة معناته الكيلين مش قد بقول 2 ضرب 15 على 2 بكل سهولة 2 ضرب 15 على 2 شو الناتج رح يكون؟ بختصر 2 مع 2 ضل عندي قديش 1 ضرب 15 معناها السيد تاج الدين دفع 15 تيلي حق الفستقات 15 تيلي والسيد تاج الدين دفع 20 ليرة للبيع معناته البيع شو لازم يرجع له؟ بقول 20 ناقص 15 البياع لازم يرجع له 5 ليرات برا أستو أو الباقي من ثمن الفستق وهيك بنكون خلصنا البحث الثاني أو الإتنجي يونيتي وبالدرس القادم إن شاء الله نعطيكم الإتنجي يونيتي أو البحث الثالث اللي بيحكي عن الأوندالي جوسترين أو التمثيل العشري للأعداد شو معناها التمثيل العشري أو الأوندالي جوسترين بالدرس القادم إن شاء الله رح نعرف وهلا إلى اللقاء بالدرس القادم.